التطير أخذ في زماننا أشكال وألوان، منها التطير بالأرقام، ولذلك يوجد عند بعض الناس التشاؤم والتطير بالرقم 13. هذا يرون بأن هذا الرقم مشؤوم، حتى تجدون بعض الأبراج ليس فيها دور 13، بعض الفنادق في بعض البلاد ليس هذا، والعياذ بالله تطير مقيت ومشؤوم. فما يعني قيمة هذا الرقم في التأثير؟ يعني لماذا هذا الرقم تحديدا، وأين الدليل على أن هذا الرقم يمنح السعادة أو يمنح الشقاوة؟ هذا كله من ضعف العقول ورقة الدين، نسأل الله العافية والسلام. كذلك التشاؤم والتطير بالأماكن، مثلا في من الناس من يتطير بالأماكن، هذا وإن كان موجودا في السابق إلا أنه ما زال مستمرا في دنيا الناس. ومما يؤسف أن يكون من المسلمين من لديه هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة التطير، ولذلك التطير يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا يفيدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كرر هذه الجملة ثلاثا أراد أن ينبه إلى خطورة التطير، وهو وإن كان من الشرك الأصغر إلا أنه قد يقود إلى الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر باب إلى الشرك الأكبر ووسيلة إليه. ولأجل هذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الطيرة.